تصبح على حضراتكم وبنبتدي معاكم اولى فقراتنا النهارده في نهارك سعيد. والحقيقه اول فقره هتكون معانا طبعا هي فقره الصحافه وعرض الاهم منشطات الصحف واهم عناوين الصحف اللي ممكن تكون بتشغل بالنا وبالكم دلوقتي كلنا كمصريين. هتكون ضيفتنا النهارده في فقره الصحافه الاستاذه امينه خيري، كاتبه صحفيه بجريده الحياه الدوليه. صباح الخير استاذه امينه، زي حضرتك؟ الحمد لله. سريعا جدا نتكلم عن اللي بيحصل في البلد، الأحداث المشتعلة وبالتالي الأخبار المشتعلة. نبتدي مع بعض بعرض سريع لأهم العناوين في الشروق. الصفحة الأولى: العسكري يأسف وينكر ويتهم ويطرح أسئلة ولا يقدم إجابات. المصري اليوم في الصفحة الأولى: اعتصام 40 شخصية سياسية أمام دار القضاء لإلزام العسكري بوقف العنف. الأهرام صفحة الأولى: حبس 123 والإفراج عن 59 بينهم 22 طفلا والتسع فتيات. المصري اليوم في الصفحة الرابعة: منظمات نسائية للجيش لا تضربوا النساء. الشروق في الصفحة الأولى: كلينتون وبانكيمون ينتقدان استخدام القوى المفرطة ضد المحتجين. الأخبار صفحة الأولى: الجنزوري يطالب قوات الأمن باحترام كرامة المواطن. الأهرام في الصفحة الأولى أيضا: إرجاء الضريبة العقارية وإعفاء المزارعين من 154 مليون جنيه. أستاذة أمينة نبتدي على طول بأول خبر: العسكري يأسف وينكر ويتهم ويطرح أسئلة ولا يقدم إجابات. الحقيقة الشروق لخصت الوضع بتاع امبارح. الحقيقة أنا شايفة أنه كان وضع مؤسف، يعني مش بس الحقيقة الأحداث اللي احنا كلنا عايشينها وبنعاصرها بقالنا خلال من يوم يمكن الجمعة اللي فات لغاية النهاردة في مربع ميدان التحرير وشارع الشيخ ريحان والقصر العيني و ولكن الحقيقة انا عن نفسي كنت متخوفه شويه من حكايه المؤتمر الصحفي الخاص بالمجلس العسكري امبارح، لان احنا لينا خبره قبل كده بالمؤتمرات الصحفيه. للاسف ان دي مؤسسه عسكريه ليست يعني مدربه على كيفيه التخاطب بلغه السياسه مع مدنيين، واحنا يعني ما ينفعش ان احنا نطلب منهم ان هم يتم تدريبهم سياسيا بالزبط. فكان ينبغي، متهيألي الحقيقه ده رايي الشخصي يعني المتواضع جدا، ان على الاقل كان يبقى في متحدث رسمي مدني يبقى يقوم بدور همزه الوصل ما بين المؤسسه مش المؤسسه العسكريه، ما بين المجلس الاعلى للقوات المسلحه اللي هو بيدير البلاد حاليا وما بين الاعلام اللي هو بدوره بيتوجه الى جموع المصريين. لكن اللي حصل امبارح للاسف زي ما قال العنوان بتاع الشروق تماما، ان هم يعني زي اكنهم كانوا قاعدين قعده حلوه زي اللي احنا قاعدينها كده. احنا برضو احنا قاعدين هنا بنتساءل يا زي ما كنا بنتكلم دلوقتي بالظبط. رانيا، مين الناس دول؟ اللي هي دول الموجودين وليه سايبينهم؟ ما ينفعش نقول ليه سايبينهم، هقول لك ليه. لان دلوقتي اللي حصل ان يعني الدنيا اختلطت على بعضها، في ثوار وفي معتصمين الحقيقه لازم يحترموا موجودين، ولكن كمان في والغالبيه العظمى من اللي كانوا موجودين على الاقل في الاحداث اللي هي نتج عنها احتراق المجمع العلمي وتهديد حاليا حقيقي للجمعيه الجغرافيه اللي هي ملاصقه للمجمع العلمي، بالاضافه طبعا للتهديدات اللي احنا سامعينها احراق مجلس الشعب. حتى في بعض اللي امبارح كانت روز اليوسف المنشات ان كان في مخطط لاحراق مبنى ماسبير ومبنى الاذاعه والتلفزيون، فاختلط الحبل بالنابل. الصور اللي احنا شفناها، وانا بالنسبه لي انا شغلي هناك ما اعتمدتش على الفيديو بس او الحاجات اللي احنا بنشوفها على اليوتيوب وعلى بعض القنوات التلفزيونيه، الغالبيه العظمى من الاولاد والبنات اللي كانوا موجودين في اليوم الدامي نفسه هم الحقيقه اولاد اللي هم بيقولوا لهم في سن الطفوله اللي هم اقل من 18 سنه، في 12 في 13 سنه اللي قام بعمليه الاحراق. طبعا في كلام كتير بيتقال ان في اشخاص تانيين ضالعين. اللي انا قلقني جدا نمره واحد ان المجلس العسكري الحقيقه امبارح في المؤتمر الصحفي ما قدم لناش اجابات قد ما قدم اسئله، يعني وكانه نفس الاسئله اللي موجوده عندنا. اذا كان في وثائق ودوكيومنت زي ما بيقولوا بتدين بعض الاشخاص باعينهم، اين هي هذه الوثائق؟ واذا كانت هم مش عايزين يعرضوها دلوقتي بالظبط. مدام حضرتك سالتي السؤال ده والعهده على المصري اليوم ومش عليا انا شخصيا. طبعا في مصدر مسؤول ما الحقيقه صرح بتصريحات لعدد من المؤسسات الصحفيه من ضمنها وكاله انباء الشرق الاوسط. الغريبه ان المصدر المسؤول ما تمش الاعلان عن اسمه، ولكن المصدر المسؤول هو تصريحاته وارده في الصحف في الصفحات الاولى وفي وكاله انباء الشرق الاوسط. والمصري اليوم يمكن الوحيده اللي قررت انها تعلن اسماء لاشخاص من ضمنهم ايمن نور، من ضمنهم رامي لكح، من ضمنهم صبحي وهدان، ان دول بعض الاشخاص المتورط
متورطين حسب المصدر المسؤول، اصل ده الكلام ده ممكن احنا ايه نتحاسب عليه نتعاقب عليه. متورطين دول حسب العهد على كلام المصري اليوم في الصفحه الاولى. أيوه. ان هذا المصدر المسؤول اللي احنا مش عارفين كينونته ايه، هل هو من المؤسسه العسكريه، هل هو شخص مدني، هل هو من الحكومه، هل هو مسؤول ما مثلا، ما حدش عارف. ولكن حسب المصري اليوم زي ما بقول لحضرتك بالظبط الاسماء هي اللي موجوده. الدكتور ايمن نور رئيس حزب غد الثوره، رامي لكح رئيس حزب الاصلاح والتنميه اللي كان نازل انتخابات في الدايره اللي تم تاجيلها دايره الساحل، اسماء محفوظ الناشطه السياسيه، صبحي وهدان عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني المنحل، دي الاسماء اللي جايباها المصري الاولى. طبعا حصل انكار من قبل كل هذه الشخصيات، وبعضهم طبعا هدد باللجوء الى القضاء لتشويه اسمه بهذه الطريقه. ما ينفعش ان احنا حتى لو احنا من جوانا حاسين لا ما فلان ممكن يكون متورط، ما فلانه اصلها بتكتب كذا فممكن تكون ليها دور. ما ينفعش ان احنا نلقي الكلام على عواهنه، لازم يكون في وثائق تؤكد ده. وبعدين احنا كل مره بتحصل فيها كارثه بهذا الحجم بيحصل دايما تم في اطراف خارجيه. حكايه الطرف الثالث، في قصه مشهوره بتاعت وولف وولف الذئب الذئب، اللي هو الولد اللي كان كل شويه يقول كان بيرعى غنم وكل شويه يضحك على سكان القريه ويقول لهم الذئب جه اكل الغنم، لغايه ما الناس ما صدقتوش، يوم ما الذئب جه اكل الغنم محدش انقذه. انا متهيألي اللي بيحصل دلوقتي حاجه شبيهه بده ايام الحادثه بتاعت ماسبيرو الشهيره، المذبحه الشهيره، تم الحديث عن وجود طرف ثالث وكان في فيديوهات من الطرفين برضه، وتم تشكيل لجنه تقصي حقائق. طيب فين نتيجه لجنه تقصي الحقائق؟ احداث اطفيح الكنائس التي تم احراقها، فين لجنه تقصي الحقائق؟ دلوقتي محمد محمود اللي هي كانت قبل المرحله الاولى من الانتخابات على طول، فين النتائج؟ يعني مين اللي قام بالاحداث دي؟ مين اللي قام بالدور؟ في يقال ان في اشخاص كان معاهم طبنجات موجودين في وسط الثوار، يعني الشيخ عفت عماد عفت الذي تم اغتياله اثناء وجوده في شارع القصر العيني، يعني يقال ان هو تم توجيه الضربه ليه على مسافه نص متر، نص متر ده يعني حد واقف لازق فيه يعني تقريبا لازق فيه. طيب اذا كان دول اشخاص مش لا ينتموا لقوات الامن، سواء قوات الامن الشرطه العسكريه او قوات الامن الداخليه، مين دول؟ مين دول؟ يعني احنا الحقيقه انا عن نفسي عندي صدمه، ان انا كان نفسي اعرف على الاقل بعض الاجابات، لكن احنا طالعين بعلامات استفهام اكتر يعني. فما اعرفش اخرتها ايه، واعتقد ان يعني ده حاجه مش مبشره قوي، لان احنا الموضوع بيتصاعد اكتر. طبعا في ناس كسبت في الانتخابات تيارات واحزاب معينه، احنا احتكمنا لصناديق الانتخاب زي ما بنقول، مش كل الناس يعني، في ناس كان نفسها مثلا الليبراليين يكسبوا، في ناس عايزين حزب الوفد. النتيجه هي ان التيارات السياسيه ذات الطابع الاسلامي هي اللي لها اليد العليا باغلبيه مطلقه. طب دلوقتي احنا لو قلنا لهم لا والله الانتخابات دي احنا هنلغي موضوع الانتخابات ده وهنعيد صياغه الموضوع، طبعا الموضوع متاخر جدا طبعا. في اخطاء حصلت من الاول خالص، ولكن علينا ان احنا نتعامل مع الموضوع الان وبسرعه شديده. بالظبط. طيب المصري اليوم بقى كمان اعتصام 40 شخصيه سياسيه امام دار القضاء لالزام العسكري بوقف العنف. طبعا برضو ده انا شايف ان ده نتيجه طبيعيه للي حاصل، بينما كان الدكتور كمال جنزوري بيؤكد ان لم يتم استخدام العنف ضد الموجودين، هو كمان متهيألي ما اعتقدش ان هو استخدم لفظ متظاهرين قوي، الموجودين في الشارع زي احنا بنقول الموجودين في الشارع، في منهم متظاهرين، في منهم ثوار، في منهم شباب، في منهم اطراف، يعني هم مصريين طبعا، ولكن في بلطجيه يعني. وبعدين ما عشان تيجي تقولي لي لا اصل البلطجي مش معنى ان هو مش لابس حلو ان هو مش بلطجي، لا معلش هو بيبقى يعني معروف يعني. بالزبط. احنا كمان لينا حكم يعني، احنا كمان كمصريين نقدر نعرف كويس قوي كل الطبقات، حتى لو طبقه فقيره او حتى لو طبقه تعبانه ملهاش دعوه بالفقر، ده ملوش علاقه خالص الحقيقة. بالشكل اللي احنا بنشوفه ملوش علاقه خالص بالحاجات اللي احنا شفناها. واللي مكتوب النهارده في بعض الصحف، وطبعا الصحف القوميه يمكن هي اللي فيه تركيز اكتر على ده، ان في تاكيد ان في اللي هم بيقولوا السكند جنريشن، الجيل الثاني من اطفال الشوارع كانوا ضالعين في هذا الموضوع. في جيل على فكره يا رانيا اتولد في الشارع وابتدى يكبر دلوقتي في مرحله المراهقه، يعني احنا برضو عشان احنا صرفنا مليارات اثناء ال 30 سنه اللي فاتوا على مشاريع اطفال الشوارع وإعادة التأهيل ومنع التسرب، ولكن الواضح دلوقتي ان كل اللي كنا بنقول عليه قنابل موقوتة في بيطلع حقيقي، كله بينفجر ده بالظبط اللي انا كنت بفكر فيه. مظبوط صح. فدي البطاله، طب ما هو جزء كبير من الشباب اللي نازل اللي هم اصلا اتعلموا و و و وطلع لقى، وبعدين السعاده اللي بتغمرهم وهم بيحرقوا، يعني سعداء جدا وبيرقصوا ومبسوطين جدا وهم بيحرقوا. يعني عايزين نقول ان دول ما هم دول ابناء مصر برضو يعني طبعا احنا ما ينفعش ان احنا نجزئهم، بس برضو ما ينفعش ان احنا نسيبهم ونبقى احنا عارفين ان في
اطراف تانية بتندس في وسط المتظاهرين ونقول لا اصل احنا ما ينفعش نسيبهم، ونقول اصل دول ثوار. اللي حصل امبارح الشيء الجيد اللي هو اللي كان في اجتماع في ساقيه الصاوي، كان في عدد من الناشطين السياسيين منهم الدكتور عمرو حمزاوي، دكتور وحيد عبد المجيد طبعا اللي نزل على قائمه الحريه والعداله، عدد من الدكتور كتاتني، يعني طيارات مختلفه، وعاملين عملوا زي قرروا انهم يعملوا زي اعتصام رمزي قدام امام دار القضاء العالي لمطالبه زي ما حضرتك قلتي كده في العنوان الزام العسكري بوقف العنف. الدكتور احمد زويل اول امبارح كان عنده خطه قد ايه هي بسيطه جدا وقد ايه هي منطقيه جدا، لماذا لا تنفذ عمليه الفصل؟ يعني انت يا ثائر ابعد عن المكان ده لفتره مؤقته، ما نقولكش ان انت بنحرمك حق الاعتصام او التظاهر او علشان نقدر نفرق، اللي هيبقى موجود بقى يبقى هو ده اللي في يعني اللي احنا ممكن ايه نسيطر عليه. وده ليه مرفوضه؟ ليه الفكره دي؟ ودكتور احمد زويل لا هو فلول ولا هو ضد الثوره، بالعكس ده هو كان من الاصوات مش هقول المعارضه، ولكن احنا كلنا عارفين دكتور اراء الدكتور احمد زويل من زمان. فلماذا لا نلجا الى مثل هذا الحل؟ مش عارفه لماذا لا نلجا الى مثل هذا تاني الحل؟ علامه استفهام. ليه ما بنعملش كده؟ طيب استاذه امينه، حبس 123 والافراج عن 59 بينهم 22 طفلا وتسع فتيات. طيب 22 طفلا، انا عن نفسي برؤى العين اول امبارح في مترو الانفاق كنت في المترو وانا بنزل سعد زغلول اللي هي المحطه اللي بعد السادات على طول بعد التحرير على طول، طلع ولد في ثانيه اعدادي بلبس المدرسه ومصاب في عينه ووالدته حضناه وبتبكي بكاء مرير. ايه الحكايه يا ستي؟ الولد ومعاه شنطه المدرسه زوغ من المدرسه وراح على ميدان التحرير علشان يتفرج على اللي بيحصل، حب استطلاع اللي هو عادي جدا من قبل الاطفال. ده نموذج في كتير جدا موجودين، احنا مش عشان ما نقولش مش كلهم اطفال شوارع ومش كلهم بلطجيه، مع الـ يعني لازم نقول ان دول مصريين ولهم حقوق ولهم يعني مش ذنبهم ان هم كده، بس برضو ما ينفعش ان هم يتسابوا ان هم يساهموا في احراق مصر اكتر ما هي بتحترق. عشان كده حتى الجرايد النهارده في البعض بيقول ان في محاولات لمنع اطفال المدارس من الدخول للميدان. طبعا اطفال المدارس من حقهم ان هم يبقوا عندهم وعي سياسي بس الوعي السياسي ما لا يبدا برمي الطوب في ميدان التحرير. يعني مش ده التسلسل الطبيعي للوعي السياسي. اكيد اكيد. طيب اخر حاجه لان مش هقدر نكمل بقيه الاخبار الحقيقه لانه وقتنا خلاص. احنا ممكن ناخد الخبر بتاع كلينتون مثلا. كلينتون اوكي اتفضل. يعني طبعا الخبر ده هو اول امبارح طلعت السيده كلينتون وزيره الخارجيه الامريكيه، طبعا التدخل المعتاد في الشؤون الداخليه المصريه، وده حاجه غير يعني احنا ما ترضيش حد طبعا. ان هي طبعا مش ادانت يعني بس انتقدت بشكل واضح استخدام العنف المفرط ضد المحتجين والمتظاهرين. طبعا يعني احنا مش هنعلق على هذا التدخل، هو جرت العاده ان امريكا بتتدخل. الاسبوع اللي فات كان جون كيري موجود وراح قابل ممثلين او رموز من جماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله. امريكا تبحث عن مصلحتها طبعا. امريكا يعني يبقى احنا عبط لو احنا اعتقدنا ان امريكا همها انها يعني تحمي الدماء المصريه. هي هتشوف مصلحتها فين وهتمشي. وطبعا ان المفاوضات والمداولات والاجتماعات مع جماعه الاخوان المسلمين حتى قبل تاسيس حزب الحريه والعداله بينها وبين امريكا شغاله بقالها شهور، لان كان واضح جدا ان هم هيبقى ليهم اليد العليا. دي السياسه طبعا. واحنا ما ينفعش ان احنا يعني نحجر على حد، ولكن طبعا ما ينفعش هي تتدخل هذا التدخل الجائر. قد دي مش اقبل تتدخل، ما احنا اللي مش هي نسمح. لا ما هو يعني عشان برضو نبقى واقعين، ما هي دي امريكا وهي تفضل كده، ولكن احنا يجب عندنا القدره للاسف الشديد، ولكن احنا لا نستخدمها ان احنا ما نسمحش لحد ان هو يتدخل في امورنا. ولكن طبعا انت عارفه ان في دلوقتي مناقشات علشان المساعدات الامريكيه اللي هي تقدر بمليارات، بعدها مساعدات اقتصاديه، بعدها مساعدات عسكريه. فهي الخلطه ايه بتيجي على بعضها. بان كي مون بحكم موقعه ان هو امين عام الامم المتحده، والله الراجل يعني بيقول يا جماعه بلاش استخدام عنف مفرط، وان هو ابدا قلقه الشديد، وطبعا دفع عرف الامم المتحده يعني حاجه تثير الغضب والقلق على مستقبل مصر، واللي هو يجب ان يكون نابع منا احنا قبل ما يبقى نابع من بان كي مون او كلينتون او اي حد تاني. حقيقي حقيقي. استاذه امينه خيري كاتبه صحفيه بجريده الحياه الدوليه، بشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده ونورتينا استاذه امينه، وبشكرك على الايضاح. اسمحي لي بس في النهايه في حكايه صغيره جدا عايزه احكيها لحضرتك ولكل المشاهدين. حصلت لي امبارح، كنت قاعده وكان معايا واحده هي مش مصريه، هي من غانا، يعني بلد من البلاد الافريقيه الفقيره اللي كتير منهم في جاليات منهم كتير بيشتغلوا في كل العالم. فقاعدين بنتفرج على الاخبار، طبعا هي ما بتفهمش عربي،
فشافت الاطفال والطوب والنار وكل المشاهد المسيئه والمؤسفه اللي كلنا متضايقين منها. فبصت لي كده وبصت على التلفزيون وقالت لي مدام this is Egypt. طبعا. فبصت لها كده قلت لها اه this is Egypt. فارجوكوا بما معناه يعني هي دي مصر. هي فاكره انها بتتفرج على حاجه تانية غير مصر، هي مش فاهمه اللغه. فبالتالي هي مجمعه بس المشاهد. صحيح. فمش قادره تصدق ان اللي احنا بنتفرج عليه ده مصر.